نحن الآن في القطاع الشمالي من الجولان السوري المحتل، من خلفي يقع السياج الفاصل الذي يقسم الوطن الواحد ما بين جزء المحتل والجزء غير محتل. ما يميز هذه المنطقة وفي داخل هذا الموقع العسكري التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت مستشفى الميداني الذي يهدف إلى جلب جرحى العصابات المجرمة إلى داخل هذا المستشفى وتجميعهم في داخل هذا المستشفى وتقديم كل مستلزمات العلاج في داخل هذا المستشفى. يتم ومن داخل هذا المستشفى يتم نقلهم إلى الداخل في فلسطين المحتلة في مستشفيات العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، إلى داخل مستشفى صفد ومستشفى نهارية ومستشفى دبوريا في شمال فلسطين المحتلة. هذا المستشفى يؤكد عمق التورط الإسرائيلي وعمق التدخل الإسرائيلي في الأزمة في الداخل السوري. لا يمكن جلب هؤلاء الإرهابيين إلى داخل هذا المستشفى إن لم يكن هناك غرفة عمليات مشتركة، إن لم يكن هناك تنسيق وتواصل يومي. لا يمكن أن يأتي الجريح إلى هذا السياج ويرتمي على هذا السياج وتتدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جلبه. العملية لا تتم بهذه البساطة ولا بهذه الصورة. هناك غرفة عمليات مشتركة وتنسيق مشترك ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وما بين قيادات هذه العصابات المجرمة. وفي تصريح سابق لقائد القوات النمساوية عندما غادر هذه المنطقة، القوات الدولية التابعة للدولة النمساوية أقر بوجود غرفة عمليات مشتركة تضم الأمم المتحدة وتضم قوات الاحتلال الإسرائيلي وتضم العصابات المجرمة. هذه المسألة، التدخل الإسرائيلي والتورط الإسرائيلي في الأزمة السورية لم يعد الشيء المخفي، أصبح مفضوح ومكشوف على مرأى ومسمع من كل العالم ومن كل وسائل العالم. نحن هنا في سكان الجولان السوري المحتل نشاهد كل يوم سيارات الإسعاف وهي تنقل الجرحى من هذا المستشفى من الميداني إلى داخل مستشفيات في شمال فلسطين المحتلة. نشاهد كل يوم بالعين المجردة اللقاءات التي تتم بين جنود الاحتلال الإسرائيلي وأفراد العصابات المجرمة على هذا السياج، على هذا السياج ومن أقصاه في الشمال إلى أقصاه في الجنوب، من جبل الشيخ في الشمال إلى الحمة في الجنوب. هناك العديد من البوابات المتواجدة على هذا السياج التي أقامها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن داخل هذه البوابات ونقاط العبور يتم مد الإرهابيين بالسلاح والعتاد وجلب إرهابيين من كل أصقاع العالم وإدخالهم إلى هذه المنطقة. ومن داخل هذه البوابات أيضا يتم جلب جرحى العصابات المجرمة إلى داخل هذا المستشفى الميداني ومن ثم إلى المستشفيات في فلسطين المحتلة. من الجدير التأكيد هنا على أن هذا المستشفى الميداني يقع بالقرب من موقع تابع للأمم المتحدة، وكل ما يجري هنا من نشاطات ومن تعاون ومن تواطؤ ما بين العدو الإسرائيلي والعصابات المجرمة يتم بإشراف ومرأة ومسمع وعلم وتنسيق وإشراف لقوات الأمم المتحدة التي هي متواطئة بهذا المشروع وبهذا التورط الإسرائيلي في الأزمة السورية. المسألة مكشوفة وواضحة ولا ما عادت تحتاج إلى أي دليل. الوقائع تتحدث من تلقاء نفسها.